بداية موفقة وأكثر من رائعة لمنتخبنا الوطني للرماية والذي نجح في أولى المنافسات لبطولة الخليج 12 للرماية بالتتويج بالميدالية الذهبية لرماية الأطباق المزدوجة من الحفرة الدبل تراب بعد أن تصدر المنتخبات المشاركة محققا رصيدا قدره 420 طبقا فيما نال المنتخب القطري الفضية برصيد 416 طبقا وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث. يذكر أن منتخبنا يضم صفوة الرماة في مقدمتهم الشيخ جمعة بن دلموك المكتوم وسيف مانع الشامسي وأحمد بن ضاحي. كما نجح منتخبنا الوطني في انتزاع الميدالية البرونزية في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار مضيفا سجلا جديدا من سجلات التألق في عالم الرماية. حصدنا حوالي 7 ميداليات في اليوم الأول، وأما إنجاز الأوتدور أو رماية الأطباق فهذه صراحة نحن نريد نهديها، نقدمها هدية لبعض المتطفلين الذين قالوا لا يوجد مكان لفريق الإمارات على منصات التتويج، فهذه هدية الأولى. وعلى فكرة هذه ثالث ميدالية فريق ذهبي على التوالي من بطولة الألعاب العربية والبطولة الأسيوية، وأيضا هذه بطولة الخليج. بغض النظر عن الفرديات، وهن كان مني أنا 4 ومن الشيخ جمعة واحدة أيضا فردية في موسم 2011-2012. وعلى صعيد منافسات السيدات في رماية المسدس حقق منتخبنا إنجازا مماثلا بفوزه بذهبية رماية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، فيما أضافت الرامية المتألقة سمية صالح ذهبية الفردي ونالت زميلتها شمل مهيري الميدالية الفضية، فيما ذهبت القطرية لتتوج بالميدالية البرونزية. وتمكنت رامية الكويت من احتكار المراكز الأولى في مسابقة فردي رماية الاسكيت وذهبية الفرق. البطولة وايد 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 كانت صعبة، وكان دول الخليج اللي هي قطر والكويت والبحرين منافسة قوية بيننا وبينهم، والحمد لله قدرنا نحقق فردي ذهبية وفردي فريق، وإن شاء الله تتواصل لمباشر البطولة الثانية في السبورت بيستر. طبعا هذا فخر لنا ان احنا نشارك في منافسات خليجية، وطبعا الأجواء وايد حلوة، وخاصة ان المنافسة وايد يعني وايد سكوراتنا كانت متقاربة، وأجواء البطولة كانت وايد حلوة ومنظمة. طبعا سكوراتنا كانت تقريبا متقاربة بين نقطة ونقطتين بين كل رامية، بس الحمد لله الله وفقنا وخذين قدرنا نحصل على المركز الأول والثاني والثالث فردي والأول تيم. يذكر أن البطولة التي تستمر لمدة أسبوع كامل ستشهد قمة المنافسات بين الرماة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى منتخبنا منذ انطلاق الحدث أن يكون صاحب الامتياز في التتويج والتنظيم في تواجد صفوة الرماة. مع احتدام شدة المنافسة على ألقاب البطولة الخليجية للرماية، فإن الطريق إلى منصة التتويج لن يكون سهلا على غالبية الرماة. على الجانب الآخر، فإن الإنجاز الإماراتي لمنتخبنا الوطني يتزامن مع اختيار مدينة العين كواحدة من أجمل مدن العالم. حسن عود، قناة دبي رياضية، من ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، العين. الثالث على التوالي توالى حصاد منتخبنا الوطني للميداليات الذهبية. منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج الإسكيت أضاف ميداليتين جديدتين لمنافسات بطولة لقاء الإخاء الخليجي للرماية. المنافسة كانت شديدة، وحصد منتخبنا الميداليتين بعد مواجهات صعبة مع رماة الخليج في الفرد والفرق، حيث حقق نجم منتخبنا الوطني سيف بن فطيس الميدالية الذهبية بعد أن تصدر المسابقة من بدايتها وحتى نهايتها، وأنهى المسابقة بجدارة واستحقاق ومنفردا برصيد 144 طبقا، ليحل الكويتي صلاح المطيري متوجا بالميدالية الفضية، وجاء زميله سعود حبيب بالميدالية البرونزية. هذا وكانت الميدالية الثانية التي حققها منتخبنا الوطني لرماية الاسكيت حينما حل في المركز الثالث والميدالية البرونزية، ونجح نجم منتخبنا الوطني سيب بن فطيس بالتتويج بالميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى. يعني الشيء اللي سويناه الحمد لله هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، استعدنا للاستعداد، احنا تقريبا هالبطولة من 3 شهور احنا مستعدين له، وسافرنا معسكرات ودربنا هنا معسكر داخلي، والحمد لله وإدارتنا الحمد لله إدارة كريمة وما قصروا فينا، واجتهدنا باللي نقدر الحمد لله.
التألق والامتياز كان من نصيب راميات الإمارات بعد أن تفوقنا على جميع المشاركات في مسابقة رماية المسدس لمسافة 25 مترا لتنجح سمية صالح بالتتويج بالميدالية الذهبية على مستوى الفردي، فيما زاد التألق بالتتويج بذهبية الفرق مسطرة بالتالي سجلا جديدا لرماية الإمارات. والله الحمد كان مستوانا يعني في تنافس بينهم بين دولة قطر ودولة البحرين الشقيقة ودولة الكويت، بس ولله الحمد ان احنا كنا متجهزين ومستعدين كفريق ولله الحمد، وهذا دليل ان احنا حصلنا على الذهبي ولله الحمد. اول شيء اقول الحمد لله، هذا كله من فضل رب العالمين، وثاني شيء هذا انجاز مو بحقنا بس، حق شعب الامارات كله، احنا توفقنا على دول الخليج كلها، وهذا اقل شيء قدمه شعب الامارات للشيخ خليفة مناسبة العيد الوطني، ان احنا جبنا ميداليات الفرق كاول في الرياضي والهوائي وميداليات الفردي في الرياضي والهوائي. هذا وسيخوض منتخبنا الوطني لرماية الترام منافسات اليوم الاول لهذه المسابقة الثلاثاء، حيث يمثلنا نخبة من رماة الامارات القادرين على صنع الحدث والتطلع الى مزيد من الميداليات الذهبية لتضاف الى السجل الذهبي للامارات في هذا الحدث الخليجي. مع تواصل الإنجازات المتتالية لمنتخباتنا الوطنية والميداليات الملونة في البطولة الخليجية، يؤكد المراقبون بأن هذه البطولة هي بروفة حقيقية للبطولة الآسيوية المزمع إقامتها في الهند أواخر هذا الشهر، وبطولة العالم لرماية الأطباق في إبريل من العام المقبل. حسن عود، قناة دبي الرياضية، من ميدان الفروسية والرماية والغولف، العين. العين، حيث تتواصل البطولة الخليجية 12 للرماية، ويستمر معها تألق نجوم منتخبنا الوطني الذين عززوا رصيدهم بميداليتين فضيتين في الفرق والفردي ضمن مسابقة الرماية من الحفرة التراب. الزميل حسن عودة والتفاصيل. تدخل بطولة لقاء الإخاء الخليجي للرماية والمقامة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف يومها السادس وسط منافسة مثيرة على المراكز الأولى، وسيكون نجوم منتخبنا الوطني على موعد مع التدريب الرسمي لمسابقة التراب والسكيت ناشئين وناشئات، فيما وصل رصيد منتخبنا الوطني للرجال والسيدات 12 ميدالية حتى هذه اللحظة في مختلف المسابقات. الأمور مشت على ما يرام، يعني اللي كنا نحن نتوقع المنافسة قوية، الحمد لله نحن نتائجنا في الميداليات في الفردي والفرق، شباب ما قصروا أدوا اللي عليهم. أنا من ناحيتي أنا يعني شباب ما خذوا كفاية في يعني تجهيز حق هاي البطولة، تمرنوا لكن تمرنوا في ميدان نادي الشباب مش على الميدان هذا، أنا أعتبر هالميدان كمثل ما نسافر الخارج، هذا ميدان جديد عليهم. والحمد لله يعني اللي الله أعطانا إياه، يعني نحن فرحانين به يعني. وكان منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة التراب قد انتزع ميداليتين فضيتين جديدتين، الأولى للفرق فيما كانت الثانية من نصيب الرامي حمد بن مجرن على مستوى منافسات الفردي برصيد 138 طبقا، بعد أن توج المنتخب الكويتي بالميدالية الذهبية ونال المنتخب القطري البرونزية. أول شيء الحمد لله على النتيجة، الفريق الحمد لله فضية والفردي فضية، أهدي هذا الفوز حق الشيخ خليفة والشيخ حمدان والشيخ محمد براشد والشيوخ كلهم وشعب الإمارات، والحمد لله المنافسين طبعا الكويتيين أبطال عالم، مش بس على مستوى الخليج، ماخذين أفضل رقم في العالم، فالمنافسة قوية وياهم الحمد لله، أن يأخذ الثاني فردي الحمد لله. طبعا انت عارف المنافسات بالذات بطولات الخليج تكون سيتم على تكريم الفائزين بمسابقه الحمد لله مركزي. كانت منافسه قويه بيني وبين فليتفضل كل حمد من سعاده من دوله الامارات حمد بن سيف بن زايد الجاهوري كبير. امين عام الحمد لله حصلت على الذهبيه منافسه قويه معه. وتمكنت سيدة منتخب مملكة البحرين من التتويج بالميدالية الذهبية في مسابقة البندقية 50 مترا راقدا، وجاءت سيدات قطر بالميدالية الفضية، فيما سيطرت نجمات البحرين على المراكز الأولى لمسابقة الفردي. قبل أن ينقشع دخان بارود هذه البطولة بثلاثة أيام، تلوح في الأفق مؤشرات على أن حصيلة منتخبنا الوطني من الميداليات ما زالت مستمرة. حسن عود، قناة دبي الرياضية، من ميدان الفروسية والرماية والغولف، العين.
الرحمن الرحيم. على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف اختتمت منافسات بطولة الخليج في نسختها 12، وكان منتخبنا الوطني للرجال والسيدات والناشئين قد نجح في تقديم أفضل المستويات حاصدا ما مجموعه 17 ميدالية ملونة. وكانت منافسات اليوم الختامي قد شهدت تتويج لاعب منتخبنا الوطني محمد صالح الشامسي بذهبية مسابقة المسدس الموحد لمسافة 15 مترا، فيما تألقت نجمة منتخبنا للناشئين ياسمين تهلك بتحقيق ذهبية مسابقة رماية البندقية محققة أفضل رقم. وتؤكد هذه المشاركة الناجحة لمنتخبنا في بطولة الإخاء الخليجي وجود نخبة من الأبطال الواعدين بمستقبل مشرق لرياضة الرماية الإماراتية. والله البطولة هذه طبعا بطولة مميزة، بطولة الخليج دائما لها طعم مختلف عن البطولات الأخرى، مشاركة خوية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، مشاركة كبيرة من قبل الدول الخليجية بشكل عام، يعني من 70 إلى 60 رامي تقريبا من كل دولة. هذا حقيقة يدعم الموقف الخليجي والتعاون الخليجي دائما والروح الخليجية في هذه البطولات. اليوم احنا شفنا هذه النتائج، نتائج أيضا مبشرة، تنافس يعني الحمد لله على أعلى مستوى.